عليكم. شنو اللمه الحلوه؟ اكيد اكو قفز. شلون النوارس؟ نشوف القفز منو يقفز. شلون الابطال؟ فراشات شلونهم؟ من راح يقفز؟ كرار ليث، ليث كرار، وريشه البطل. سياره تقفزون؟ رامبا. خلينا نشوف الرامبا المتابعين. الشباب بنات، هاي القفزه، القفزه مال الابطال. القفزه راح يقفزون اثنين ابطال طبعا بالرامبا. فريق سكيت بسمايه، واحد عراق طبعا، الكل منتفق عليه هذا الموضوع. وانتم طبعا التقييم الكم، ماكو واحد يقيم نفسه، وكل لاعب جواه نمبر 1، فهو يبقى تقييم المتابعين للقفز. هيك القفز مال الابطال، ويمكم التقييم. انطلقوا يا شباب. انتبهوا شباب بنات على القفزه. مكانك يا بطل، ارجع بالبدايه يا بطل، عاشت ايدك. قفزه مال وحش، تعال هنا ريشه يا بطل. يابا خلي يشوفون ابطالنا. يابا تقول قافزين تانكي مال مي مو سياره. ما شاء الله عليكم ابطال، طبعا اتمنى لكم الموفقيه، والسيارتين اتمناهن. ها سيارتين الجاي بعد فتره ان شاء الله. جيد ابطال، اشكركم على هالقفزه الحلوه. يلا رجعوا خلينا نودع المتابعين. اوكي خلينا نودع المتابعين شباب. بعد شنو نقول للمتابعين؟ التقييم يمهم، ماكو احد يقيم نفسه. احنا نقول الاول بالعراق بالرامبا، بس التقييم يمن؟ ماكو واحد يقيم نفسه، اللي يقيم نفسه شنو؟ يذلها، تمام؟ فيم المتابعين. شكرا لكم شباب بنات، ودعوا المتابعين.